خلينا بقى نروح بعد كده، لان برضو الموضوع ده اتكلمنا انا وكريم فيه في 10 الصبح في الاهلي قبل رمضان، وقلنا ممارسه الرياضه مع الصيام تحديدا هل هي مفيده قبل ولا مفيده بعد، ويمكن كان معانا يعني متخصصين وقالوا لنا لا الافضل ان انت تمارس رياضه بعد الفطار علشان جسمك بيكون يعني بالفعل منهك، وكمان الميه في الجسم بتكون قليله جدا، فده ممكن يؤدي لخطوره قد تصل للوفاه. فاحنا قلنا لحضراتكم نزلناه سترابات واكدنا ان حاولوا ما ترهقوا نفسكم بشكل كبير قبل الفطار. فبرضو حبينا نروح نشوف الناس فعلا بتطبق ده ولا لا، وسالناهم بتمارس رياضه قبل الفطار ولا بعد، وبتلعب ايه كمان في رمضان تحديدا. خلينا نروح نتابع. اغلب التمارين الموجوده في رمضان دايما بتبقى بعد الفطار وكده، عشان الانسان يعني بيبقى واكل ويعني بيبقى خلاص بقى يعني جسمه بقى كويس وبيقدر يتمرن وخلاص. انا بحبها الصراحه بعد الفطار بساعه كده، يكون الواحد بطنه هديت شويه، طبعا ما يتقلش في الفطار، وادب الاكل بقى بعد التمرين. بعد الفطار عشان اعرف اشرب ماء براحتي، ما اقدرش اشرب يعني ما اقدرش اتمرن قبل، هدوخ. والله احنا عندنا في الاسكوش يعني بنلعب قبل الفطار وبعد الفطار، بنقسمها فترتين، بس يعني بنلعب قبلها بساعه قبل الفطار على طول، عشان ما نقدرش على الصيام الصبح ان احنا نتمرن كده، بس طبعا بنيجي بعد الفطار تاني بعديها بثلاث ساعات بنتمرن تاني على طول يعني، فبنقسمها فترتين في اليوم. الواحد بيتمرن تمرين خفيف، بيبقى كارديو خفيف كده، صعب طبعا ان هو ينزل جيم ويشيل اوزان ويتمرن حاجه سريعه او قويه، فاسلم حاجه واسهل حاجه ممكن الواحد يعملها وبرده افكتيف وكويسه ان هو يتمرن تمرين قبل الفطار على طول بساعه، يخلص تمرين يطلع يشرب ميه ويفطر. هو بيبقى على حسب انا عايز منه ايه بالظبط، لو انا عايز احرق فاتس وكده بفضل قبل، لو انا عايز اجيم ماسلز اكتر بفضل بعد. بالنسبه لي انا بعد الفطار عشان بتبقى يعني احسن بعد الفطار، بالنسبه لي يعني لما مثلا ببقى مجهد شويه ولا حاجه بشرب ميه ولا الكلام ده كله، فبعد الفطار بالنسبه لي انا كويسه. حاليا بعد الفطار لان الجو بيبقى حر الصبح، فباجي النادي بالليل عشان اتمشى واحاول ان انا يعني اقضي وقت سعيد ويكون الجو احسن ليا يعني. قبل الفطار عشان ببقى خفيفه بطني ما تبقاش موجعاني واعرف اكتر ان انا ابقى سريع. هو اعتقد بعد الفطار يعني عشان يبقى يعني في شويه يعني مش بعد الفطار على طول طبعا، عشان الواحد بيبقى متقل شويه بعد الفطار، بس اعتقد مثلا بعد الفطار بساعتين او ثلاثه بحيث ان هو يكون في كامل نشاطه يعني. ده اعتقد ده احسن معايا، عشان كده معظم الماتشات بتبقى بعد الفطار بتبقى الساعه 9 10 ساعات بنتمرن او بنلعب ماتشات الساعه 11. بحب امارسها يعني بعد الفطار، بس يكون مثلا على الساعه 11 كده او 10 يعني، بعد الفطار بساعتين ثلاثه كده على الاقل. المهم ايه، واحنا بنتفرج على التقرير نهاوند بتسالني وبتتكلم بمنتهى الثقه والاريحيه، انت بتلعب رياضه ايه في رمضان؟ فالحقيقه ما جاليش قلب اجاوبها يعني، اتكسفت الحقيقه. رياضه الانتخه، ومواظب عليها بقالي اسبوعين وناجح فيها بشكل ملفت للنظر. لا بس انت بصراحه كنت قبل رمضان، انا فاكره كنت بتروح كل يوم بعد الهوا النادي وبتروح الجيم لمده مثلا قولي اربع خمس شهور كمان، وده كان بالنسبه لي انا لتركيبتي الشخصيه مش مجرد انجاز، ده حلم وبيتحقق يا ست الكل. أنا أبعد ما يمكن على الانتظام في مروحة الجيم.